السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ازيكم يا سنة تانية ابتدائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض lesson 2 and 3، تمام؟ هناخد الدرسين 2 و 3 on unit 11 في الوحدة 11، تمام كده؟ فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو على طول. عندي اول حاجة هنا العنوان بيقول لك lesson 2 usage اللي هو الاستخدام. هنشوف مع بعض جرامر كده سريع وسهل جدا. بيقول to use more than one adjective to describe things، عشان استخدم كذا صفة عشان اوصف بها الحاجة دي. طبعا احنا خدنا this و that وقلنا الفرق ما بينهم، this للقريب و that للبعيد، والاتنين بيجوا وراهم حاجة مفرد. بنقول this is a او that is a، this is a اللي هو حاجة قريبة، اما that is a لما تبقى الحاجة بعيدة. طيب احط ايه؟ انا مثلا عندي هنا صفتين، عندي الحجم وعندي اللون، احط مين الاول؟ لا، قالك الحجم الاول وبعدين اللون وفي الاخر الحاجة اللي انت هتوصفها، تمام؟ يعني مثلا عندي هقول مثلا short green doll، تمام؟ او small yellow balloon، او big black bird، او tall orange مثلا doll، تمام كده؟ يبقى انت بتكتب الحجم الاول وبعدين اللون، الحجم وبعدين الايه؟ اللون، تمام؟ يبقى اول حاجة الحجم، بتقول مثلا صغير كبير طويل قصير، تمام؟ يبقى تكتب الحجم وبعد كده تجيب اللون. وطبعا الالوان كلنا عارفينها، green اخضر يلو اصفر black اسود orange برتقاني وريد يعني احمر، تمام؟ وبتكتب بقى اي حاجة انت بتشرحها. ادي الاسم اهو، دول يعني عروسة لعبة، بالون اللي هي البالونة، وبير الدب، وروبوت الانسان الالي، تمام؟ يبقى انت في الاول بتكتب الحجم، احنا بنكتب ايه؟ this او that وبعدين is a، دول ثابتين معايا. اقول this is a أو that is a، بعدين أقول شورت الأول وبعدين اللون وبعدين الإيه؟ الحاجة اللي أنا هوصفها. خلاص، سهلة جدا وبسيطة ومفيهاش حاجة. تعالوا نشوف الناحية دي بيقول لي هنا إيه. بيقول هنا look read and complete the table، هنقرأ ونكمل الجدول. هو مديني هنا brown big bear big a، وهنا a bear small brown، وهنا robot yellow a tall، والأخيرة بيقول لي short robot a red، تمام؟ أول حاجة جايب لي الدب الكبير ده، وبيقول لي طبعا الـ a هنكتبها هنا، والسايز اللي هو big واللون براون، وبعدين هكتب bear. طيب بعد كده الإنسان الآلي ده الروبوت، هو كاتب كلمة روبوت، تمام؟ طيب احنا هنكتب a هنا، وبعدين الحجم short ولا red؟ لا يا مس short، واللون هيبقى red، تمام كده؟ طيب البير اللي هو الصغير ده هنبدأ بام، بعد كده سمول براون، كده صح، يبقى سمول وهنا اللون براون، تمام. طيب بعد كده الانسان اللي قال لونه اصفر ده، هو كاتب لك روبوت هنا هنا، وعندنا بقى هنا هنكتب الا، وهنا الطول اللي هو الحجم، وهنا يلو، تمام كده، وبعد كده الروبوت، تمام. بس كده ده ترتيب الصفات، تعرف بس الحجم واللون اللي عليك السنة دي. هنا بيقول لي read trace and color، هنقرأ ونلون. عندي هنا بيقول لي a small red book، يبقى تلونه باللون الأحمر، tall blue robot يبقى تلونه باللون الأزرق، big yellow doll هتبقى أصفر، و short green bear وهنا هتلونه بالأخضر، وطبعا تمشي على الكلمات دي. بس كده الدرس الثاني خلص. ان شاء الله بقى ايه، ندخل على الدرس الثالث على طول. lesson 3 بيقول لك learn sounds و learn to write، هنتعلم ازاي نكتب والاصوات. اول حاجه الاصوات بتاعتنا بيقول لي هنا ايه، الاي مع الاي، الاي مع الاي تديك اي، زي اي زي مين؟ 5 5، رايت رايت، لاين لاين، 9 9، تايم تايم، تمام. اقرب لكم بس الكاميرا شويه اهو. انا عندي هنا الاي مع الاي تديك، بص بتتكل على حرف الاي جدا، فبقول 5 تمام. طيب رايت طبعا الدبليو هنا سايلنت، انا عندي كلمه 5 5 اف اي في اي اف اي في اي، اما يكتب رايت الدبليو سايلنت، يبقى رايت رايت رايت، تمام. طيب صف لاين لاين لاين، طب اختها بقى في النطق 9 9 9، تمام، ان اي ان اي التسعة. طيب والوقت اسمه تايم تايم تايم،
تمام فهمتوا. طيب بعد كده عندي هنا الاي مع الاي على طول ما فيش ما بينهم مسافة. عندي هنا فطيرة باي باي برضو جاية اي لكن هنا اي تمام تمام كده فاهمين الصوت. يبقى عندي هنا باي باي فطيرة باي بطاطس مقلية فرايز 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 اف ار اي اي والجمع اس تمام. طيب اخر حاجة بقى حرف الواي وده بننطقه ي ي زي فلاي 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 وميلكي ماي 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 سماء سكاي سكاي نفس النطق اللي فوق. انا بقول هنا مثلا لاين فلاي لاين فلاي مثلا رايت ماي نفس الصوت تمام. طيب يبقى هنا فلاي يطير فلاي اف ال واي ميلكي ماي ام واي سماء سكاي اس كي واي تمام كده. يبقى الكلمات دي معنا حفظ نقراها تاني فايف رايت لاين ناين time pie fries fly my sky تمام. يبقى الصفحة دي بكلماتها معانا حفظ وفي حاجات احنا خدناها منها. طيب listen circle and write هنقرأ ونعمل دايرة ونشوف ونكتبهم. عندي هنا اول حاجة الوقت time هيبقى y e ولا i e؟ لا هيبقى i e هذا الاي اهي والاي اهم. طيب fries هتبقى i e. طيب سماء سكاي اهي ي. طيب بتاع ده صف لاين يبقى اي اي تمام. طيب تعال نشوف الفاولز. والفاولز دي احنا خدناها كتير جدا الحروف المتحركة وبنغنيها مع بعض ازاي. الاي ضربت الاي قالت اي شكت للاو قالت يو تمام. بنسهلها على الاطفال ونقولها بالطريقة دي عشان تحفظوها بسرعة. طيب بيقولك الشورت فاول الأصوات المتحركة القصيرة. عندي هنا الآي بين فيج تشيبس وين تشيكن ديج تشيلدرين أهم. يبقى عندي دول يعني إيه شورت فاول يا مس؟ يعني صوت متحرك قصير. طب إيه الفرق ما بينه وبين الطويل؟ الطويل إن أنت بتنطق الحرف بالظبط. يعني مثلا بتقول حرف الآي يعني مثلا خمسة فايف اي نطقت هنا الاي تبقى مش شورت تبقى لونج فاول. لكن هنا بين نطقت الاي اي فيج تشيبس وين تشيكن ديج تشيلدرن برضو كل الكلمات دي معنا حفظ يا ولاد وكلهم اغلبهم خدناهم قبل كده. فبيقول لك برضو ان دي شورت فاول. طب تعال نشوف اللونج فاول اي صوت بقى حرف الاي طويل. بيقول لك فايف اي يبقى نطقت الاي يبقى هنا لونج. طب لاين صف برضو نطقتها فرايز ناين تايم رايت يبقى كل دول لونج فاول اي تمام. يبقى دول صوت الاي المتحرك الطويل لكن القصير ما نطقهوش تمام كده. طيب تعال نشوف مع بعض هنا بيقول ايه. ريد اند ماتش هنقرا ونوصل. هنا بيقول لي لونج فاول وشورت فاول دي صوت طويل ودي صوت ايه قصير. هنا بيقول لي بن انا طقت الاي لا يبقى تروح على الشورت. طب تشيكن برضو نفس الكلام. طب باي لا اي يبقى هنا. طب فايف لا تبقى لونج بقى عشان طقت الاي. طب رايت يبقى لونج. طب تايم لونج. تشيلدرن لا ما طقتهاش. طب فرايز اي يبقى انا طقتها تروح على اللونج تمام بس كده. طيب تعال نشوف بقى اكتيفيتي على الدرس ده وده. بيقول هنا اكتيفيتيز على الدرس الثالث هنكتب الصوت الناقص. بيقول لي دبوس بن يبقى اي. طب فطيره باي اي تمام. طيب سماء سكاي اهي واي. هنا بقى بيقول لك listen and circle the short vowel in blue and the long vowel in red. بيقول لك الصوت المتحرك القصير هنعمله باللون الازرق والصوت المتحرك الطويل هنعمله باللون الاحمر. انا هعمل دايره على القصير والطويل مش هنعمل عليه دايره تمام. طيب يبقى القصير الصوت القصير هنعمل عليه دايره ديج يبقى شورت. طب طيب لا ده نطقت الاي كايت نطقت الاي لاين نطقتها لكن بين دي قصيره شورت. طب فرايز لا. طب فايف لا لونج. طب تشيكن تشيكن شورت تمام. انت بقى بلون بالاحمر والازرق. تعالوا بقى نشوف تحت هنا بيقول ايه سيركل اند رايت. اول حاجه هنا يحفر ديج طبعا اي خدناها الترم الاول وفي سنه اولى. فرايز ايز اهي تمام. طب صف لاين اي اهي اي اي تمام. طيب نشوف بقى الصفحه اللي جنبها.
بيقول لك هنا ايه ده دبوس بان ولا بان؟ هتبقى بان. تمام. طيب ابل ولا فيج؟ لا طبعا ده فيج تين. طيب وين ولا رايت؟ لا يفوز وين. طيب تشيكن ولا تشيلدرن ولا تشيكن؟ لا دي فراخ تشيكن. تمام. طيب بيقول لك لوك ريد اند رايت، هنقرا وايه ونكمل. عندي هنا فرايز فيش سكاي، بيقول اذا نوت از بلو، ايه هي اللي لونها ازرق؟ طبعا دي السماء، هتبقى سكاي. تمام. طيب اي لايك نوت وذ برجر، بحب ايه في البرجر؟ يبقى فرايز ولا فيش؟ لا طبعا هتبقى فرايز. تمام. طيب هنا بقى بيقول لك ريد اند تريس، هتقرا وتمشي، هنقرا احنا مع بعض. بيقول لي شي وانت تو فلاي ذا كايت ان ذا سكاي، يعني هي عايزه تطير الطيار الورق في السماء. That is an apple pie. بيقول لك دي فطيرة تفاح. There are 9 children in the line. بيقول لي في 9 أطفال في الصف. تمام كده. بس خلص معنا الدرسين 2 و3. إن شاء الله المرة الجاية يبقى 3 4 و5 بإذن الله و6، ونخلص الوحدة دي عشان نلحق نراجع معكم شوية قبل الامتحانات. تمام. كده الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.